تركيا تقترب من امتلاك 40 مقاتلة F-16 جديدة. توريد المقاتلات بات أقرب من أي وقت مضى. أعلنت وزارة الدفاع التركية أن وفداً يمثلها توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء محادثات بخصوص توريد وتحديث مقاتلات F-16 لصالح تركيا. وذكرت الوزارة في بيان أنه سبق إجراء 3 اجتماعات في تركيا حول موضوع المقاتلات في ديسمبر كانون الأول 2021 وفبراير شباط ومارس آذار 2022. وأضافت أنه بناء على دعوة من واشنطن لتوريد وتحديث مقاتلات F-16 في أقرب وقت، توجه وفد من الوزارة إلى الولايات المتحدة لإجراء المحادثات المطلوبة. وقدمت تركيا طلبا للولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول الماضي لشراء 40 مقاتلة من طراز F-16 من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، وما يقرب من 80 من معدات التحديث لطائراتها الحربية الحالية. وفي مارس الماضي قال الرئيس التركي أردوغان إن وزير الدفاع خلوص أكار يجري محادثات مع الجانب الأمريكي بخصوص شراء وتحديث مقاتلات من هذا الطراز، وكشف عن أن الأمور تسير بشكل إيجابي. وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ضرورة بيع مقاتلات من طراز F-16 لتركيا وتحديث أسطولها من هذه المقاتلات. وعبرت إدارة بايدن عن دعمها لهذه الصفقة المحتملة بعد يوم من رفع أنقرة حق النقض الفيتو عن عضوية فنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي الناتو.